فعلى بركة الله متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة وأب. تحية لكم من هذا المنبر، منبر قناة شوف تي في. تحية للجميع، جميع متابعي القناة داخل المغرب وخارج المغرب. طبعا مساءكم، وموضوع من المواضيع المثيرة للجدل، موضوع من المواضيع اللي غادي نتلقاو بعد قليل اتصال هاتفي متابعي القناة من مواطن مغربي مقيم بالضيال البلجيكية أصدقاء القناة. موضوع كسر القيل والقال عليه في خلال 48 ساعة بإقليمي تازة. موضوع ما غتكونش فيه أطراف ديال الاتهام بقدر ما غتكون أسئلة موجهة متابعي قناة شوفتيه. للتذكير عندنا رقم هاتفي للتواصل اللي هو 06-60-73-62 أصدقاء القناة. نتمنى لكم أنكم تواصلوا معنا في هذا البث المباشر، ونتمنى أنكم تعيشوا معنا هذه الأجواء ديال هذا البث المباشر على قناة شوف تي في دائما أصدقاء القناة. وما عسنا نقول دائما، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء من ربوع المملكة المغربية. عندنا جوج الأطراف أو ثلاث أطراف. طرف اللي هو الوارث ابن مقيم بالديار البلجيكية، وارث مع مجموعة من الأبناء متابعي القناة. عندنا طرف ديال أب توفي، وعندنا طرف آخر ديال وثيقة، وطرف آخر ديال الجهة اللي سلمت الوثيقة أصدقاء القناة قناة شوف تي في. مواطن مغربي عندنا الوثيقة ديالو ديال الوفاة اللي توفى في 15/6/2020 أصدقاء قناة شوف تي في. لقنا الابن على اللسان ديالو بان الاب ديالي توفى في 15/6/2020، جيت من الضيال البلجيكيه لتازه ولقيت وثيقه بالمنزل كتقول بان الاب ديالي توجه لاداره معينه وحصل على وثيقة بالاسم ديالو في 10/12/2020 متابعي قناة شوف تي في، أي 10 دجنبر. الغريب في الأمر أننا من طلعنا على الوثيقة اللي هي بيرمي دابيتي أو إيصال ديال السكن، لقينا الفوق كتقول داك الوثيقة بأن السيد فلان جا لعندنا وطلب هذه الوثيقة في شهر نهار 10/12/2020، ونحن سلمنا له الوثيقة في نهار 25/12/2020 متابعي قناة شوف تي في. هذا الشيء اللي جاء في الوثيقة. الغريب في الأمر، وقع القيل وقال بإقليمي تازة على هذه الوثيقة، من هي الجهة اللي سلمت هذه الوثيقة أو اللي خرجت هذه الوثيقة بدون حضور المعني بالأمر؟ نقول الوثيقة تصوبت،
الوثيقة تعدلت وخص سحب. واش اي وثيقة بإدارة بإقليم تزايجي اي واحد يمكن له ياخذها؟ نفرضوا هاد السيد طلب الوثيقة قبل الوفاة وجدات ليه، ونفرضوا غلط في التاريخ، لكن هذا اللي وجد الوثيقة في 25 شهر 12 علاش ما عطاش الوثيقة المعني بالأمر ليدو؟ نفرضوا هاد السيد جا الابن ديالو، هاد الابن ديالو واش جاب معاه شي تصريح بانه ينوب على الاب ديالو اللي توفى انه ياخذ الوثيقه؟ مجموعه من الاسئله متبعي قناه شوف تي في اللي ثارتها الانتباه ديالنا. ما كنوجهوش اتهامات بقدر ما كنوجهوا اسئله. واش شخص متوفي في شهر 6 عنده الحق ياخذ وثيقه في شهر 12؟ والشخص متوفي في شهر 6 عنده حق ياخذ وثيقه في شهر 12؟ وهنا ما دور الاراثه، وهنا ما دور شهاده الاراثه، او هنا شنو دور ديال الورثه، وهنا شنو الدور ديال ان الوثيقه تسلم لصاحبها خصوصا اذا كان المصادقه عليه؟ الغريب في الامر ان هذه الوثيقه سلمت نسخه لعماله اقليم تازه. للتذكير فالجهه لانها سربت هذه الوثيقه ماشي موظف خدام في الجماعه او خدام في المجلس او 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 الوثيقه سربها ابن المرحوم اللي كيتواجد في الضياع البلجيكيه جال تازا، ولقى هذه الوثيقه صدفه في المنزل. يقول لنا بانني قدمت عند جناب وكيل الملك ودرت واحد الشكايه المفاد ديالها ان الاب ديالي توفى في 15/6/2020، وثيقه خرجت من المجلس البلدي او الجماعه الحضاريه او 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 بان الاب ديالي طلب هذه الوثيقه نهار 10/12/2020. عندنا شهاده الوفاه كنسخه عند قناه شوف تي في، وعندنا ايضا شهاده تثبت بان الاب اللي توفى هو بنفسه طلب هذه الوثيقه في شهر 12. متابعي قناه شوف تي في لحفظ الامانه الصحفيه والتعمق مزيان في هذا الموضوع، قلبنا على شكون هو العنصر المسؤول او اللي يفيدنا. عرفنا بان العنصر اللي غادي يفيدنا هو ابن المرحوم احد ابناء الجاليه المغربيه المقيمه ببلجيكا. قناة شوف تي في بالتنقيب ديالها قلبنا على هذا الشخص، وغادي نحاولوا نتصلوا به هاتفيا ويعاود لنا اش وقع. متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على القناة. هذا الموضوع غادي يسحق لي العبرة. الموضوع ما هو إلا بداية ديال ما خفي كان أعظم، خصوصا في تحرير العقود، خصوصا في المصادقة، خصوصا في مجموعة من الرخص. إذا كنا كنقدموا وثيقة لشخص متوفي فما بالك الأحياء منهم اللي خداو وثائق؟ واش تحت رجال المراقبة أو ما دازت تحت رجال المراقبة؟ متابعي قناة شوف تي في، مجموعة من الأمور، مجموعة من التصريحات، مجموعة من الوثائق، واش كتمر تحت لجنة المراقبة أو ما كتمرش تحت لجنة المراقبة؟ غادي نتواصلوا مع هذا السيد متبع قناة شوف تي في، وغادي نشوفوا واش راه على المباشر معنا أو لا. متبع القناة كاين على المباشر متبع قناة شوف تي في. السلام عليكم. الو وي، السلام عليكم. مرحبا يا اخي. الله يبارك فيك. بقى معايا يا اخي، متابع قناه شوف تي في معنا مغربي مقيم بالضياع البلجيكيه هو ابن المرحوم اللي توفى في 15/6. يقول هذا المواطن المغربي اللي مقيم بالضياع البلجيكيه انه جا للمغرب وكيتفاجئ بواحد الوثيقه لقاها في المنزل او جابها او ما عرفتش، انها كتحمل اسم الاب ديالو، وان الاب ديالو توجه لمصلحه معينه في شهر 12/2020.
مع العلم ان الاب ديالو توفى في نهار 15 شهر 6 2020. كيقول تمنيت انني كنت شبعت با في شهر 7 و8 و9 و10 وشهر 12. كيقول انا الاب ديالي واش توفى في شهر 6 ولا توفى في شهر 12. قصة غريبة وقصة أغرب من الخيال ما وقع بتازة. متابع قناة شوف تيفي غتسمعوا الحقيقة على لسان هذا الابن. مرحبا بك يا أخي ومرحبا بك في بلادك المغرب وعطلة سعيدة، مع العلم أن عطلة ديالك هذا العام دازت استثنائية. عاودنا على محتوى هذه الوثيقة والقصة الغريبة هذه الوثيقة، وكما قلت لي أنا ما عرفت واش الأب ديالي توفى في 15 6 ولا توفى في 10 شهر 12. لحد الان انت ما عارفش الحقيقه الكامله يا اخي. كما قلت لك الاب ديالي كتوفى في 15/6/2020، بعدها بواحد 5 اشهر ولا 6 اشهر كنت التحقت انا بارض الوطن لأفاجأ بالأخ ديالي كيدير محاولات ديال استخراج أوراق رسمية بالاسم ديال الوالد ديالي. السيد اللي كان وسيط عنده هو اللي اتصل بيا قال لي راه شنو 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 خوك اش كيدير اش كيدير اش كيدير، وراه عاطيني واحد القدر من المال باش نستخرج له هذا الرخص. طبعا أنا قلت للسيد بأنك راه ما خصكش تدخل في هذه المتاهات هذه وهذه المسائل اللي ماشي هي قانونية. قال لي صافي أنا ما غندير والو. غادرت انا الوطن في 3 شهر 12. فوقاش هذا الوسيط جا عندك؟ هادي في شهر 11/2020. 2020 اها كمل سيدي. 11/2020 نبهتيه ونبهتيه. نبهته مرارا وتكرارا. بعدها كان غادر بيا في 3/12 لأفاجأ هاد الايام بان الوثيقه تدفعت بعد المغادره ديالي لارض الوطن بسيمانه، يعني 10 في شهر 12/2020 تفعوا الوثيقه بالاسم ديال الوالد ديالي. نعم. وتوقعات مع رئيس المجلس البلدي في 25/12. رئيس المجلس يعني كنت انا غادر البلدي. يعني كنت غادر في الديارانا بواحد 20 يوم. ودابا فاش رجعت للمغرب كان تحت هذه الوثيقه هذه اللي كتثبت بان هاد الناس هادو مشاو جابوا رخصه ديال السكن باسم الوالد ديالي، على اساس ان الوالد ديالي المتوفى تقدم نهار 10/12 للمجلس البلدي بطلب رخصه السكن. انا دابا اللي بغيت نعرفه واش هاد طلب رخصه السكن واش كيتقدم به الشخص هو ميت ولا شي واحد اللي كيكون كينوب عليه مثلا ولا وارث ديالو كيخصو وكالة ديال الإخوان الورثة كاملين. هذا الشيء كامل ما كاينش والوثيقة خرجت. من المسؤول عن هذا؟ يعني المفروض الجهات المعنية بالأمر تعطينا توضيح. متابعي قناة شوف تيفي، قصة غريبة وقصة فيها لغز محير أصدقاء القناة. يقول هذا المواطن المغربي المقيم ببلجيكا أصدقاء قناة شوفتي، جاء عنده واحد الشخص لهذا اعتبره وسيط، قال له بأن أحد الأفراد العائلة ديالك راه طالب مني واحد الوثيقة نخرجها ليه بقدر من المال، وذاك الوثيقة غتخرج بطريقة غير قانونية. هاد السيد هذا اللي مقيم ببلجيكا متابع قناة نبه ذاك الوسيط، قال ليه خويا راه أمور فيها ورثة ما عندكش الحق انك تدخل في هذا الشيء اصلا. غريب في الامر ان هذا المواطن المغربي توجه للضيا البلجيكيه من اجل انه يقضي الاغراض ديالو العائليه. توجه 3/12 واذا به فاش رجع كيتفاجئ بان ذاك الوسيط ضرب هدرته في عرض الحائط، بان ذاك الوسيط لما غاديش نعنو على الاسم ديالو او نقولو شكون او 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 لحقاش هادي امور كتخص النيابة العامة ماشي حنايا، بان ضرب هدرته في عرض الحائط ودارو بان السيد المعني بالامر اللي هو المتوفي او الهالك اللي توفى في 15/6 مشى المجلس او الجماعة او وتقدم بطلب في 10/12/2020 لاستخراج
بيرمي دابيتي او الرخصه النهائيه ديال السكن، وتقبل الطلب وتسنية في 25 شهر 12 وداز لرئيس المجلس البلدي. هنا رئيس المجلس البلدي غيبقى في علامة استفهام، رئيس مجلس بلدي ما غاديش نظن بانه عنده يد في هذا الشيء. رئيس مجلس البلدي بغض النظر على انني كنت ديما ضد او ديما معارض او ديما ما كاينش عجبنيش طريقه تسير مجموعه من الامور، لكن هنايا غادي نحطو في خانه بعيده بحكم ان يكون عاطي التفويض لشخص معين او السيده او السيد، وكي بالتفويض كتكون ثقه مسبقه وامور اللي صعيبه انه يقدر يكون سنيه على اساس بانه عاطي التفويض لشي ناس. لكن الغريب في الامر هذا الوسيط اللي زور اسم ديال شخص متوفي او متوفى او هالك، ما وراء هذا الشيء؟ وشحال من سنه هو كيدير هذا الشيء؟ وشحال من عقد سنية بهذه الطريقة؟ وشحال من عقد صادق عليه بهذه الطريقة؟ وشحال من عقد؟ هذا هو الغريب في الأمر، أننا باش لقاو إنسان توفى نهار 15/6/2020 ولقاوه توجه مؤسسة معينة بإقليم تازة اللي هو مجلس بلدي أو جماعة حضارية أو مكتب معين ديال الإسكان أو التعمير، وحضر يقول لك بأن السيد طلب منا بتاريخ. ماذا تعني كلمة طلب منا بتاريخ؟ بأن السيد جاء عندنا بهذا التاريخ. حنا رحنا دخلنا المدارس عمومية وقرينا داكشي اللي قريتو نتوما. جاء عندي فلان بتاريخ، أي فلان جاء بهذا التاريخ. أو واحد النهار فلان قدم لنا طلب ونحنا في هاد التاريخ قديناه له، راه فلان قدم لنا الطلب شحال هادي وحنا يعني قرايه وحده رحنا قارينها. فالغريب في الامر ان العباره اللي كتذكر في الاول بان كتقول بان السيد الهالك اللي هو اكس تقدم لنا بطلب الحصول على رخصه نهائيه ديال البناء بتاريخ، يعني عالم دين غادي يحللها لنا بنفس التحليل، أستاذ لغة عربية بنفس التحليل، مشرع، رجل قضاء، ضابطة قضائية، وكيل جلالة الملك، نفس. جاء عندي فلان بتاريخ 12/10 وراه جاء عندي ب 12/10 ميت حي ما عرفش فين راه جاء عندي. لكن إلا بغيتو تشاهدو تقول ونقولو ها بتاريخ 1/6 ولا 14/6 قدم لنا فلان الطلب باش نعطيوه الرخصة النهائية وحنا وجدناها له بهذا التاريخ، فراه الصياغة كتختلف متابعي قناة شيف سي في. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، اللي جبد هذه الرخصة واللي استلم هذه الرخصة واش ما كتطلبوش وكالة أو التزام أو أو أو, أو او بروكيغاسيون كما كنقولوا، ما عرفتش كنقولها بروكيغاسيون، بان غتقولوا بان راه جا السيد واستلم بلاص الاب ديالو او الاخ ديالو. اش قلنا يا اخي اللي استلم هذه الوثيقه؟ واش قلنا يا اخي بان انت ملي سمعتي بان الاب ديالك نهار 12 راه كان عايش بنظر المجلس البلدي ولا بنظر الجامعه ديال تازه؟ ايوا اخويا، كتبقى هذه المساله، مساله غريبه وغير مفهومه وما كتدخلش للعقل. نعم، كتجي كتفاجئ انت بان الاب ديالك اللي هو متوفي هذه 7 اكتوبر انه تقدم طلب رخصه موقعه من طرف الرئيس. يعني هنايا كنطرح السؤال، شكون هما هاد الاشخاص اللي تدخلوا في هذه المساله؟ وشكون هو هاد السيد اللي كاع تقدم الطلب وما المقابل؟ وبزاف ديال التساؤلات وبزاف ديال الاستفهام، علامات الاستفهام اللي كتحط تما. بالنسبه انت كوارث شرعي لهاد السيد الله يرحمه الهالك والله يرحمه في هذا النهار في هذه الليله ديال الجمعه، انت كوارث واش انت قابل بان هذه الوثيقه تخرج في غياب الاب ديالك اللي هو الملك الشرعي، وبانكم كوارثه وبانك في بلجيكا وما حاضرش، وبان واحد اخر يخرجها بلا العلم ديالكم، وانتم قابل هذه الوثيقه تخرج بانكم الورثه الحقيقيين لهذه الوثيقه؟
لا ابدا ابدا، حتى واحد في الورقه ما موافق على هذه المساله هذيك، وحنا كنرفضوا رفضا باتا ان السيد يتصرف هذا التصرف هذا. جميع الورقه بدون استثناء وي. الا الشخص اللي هو صاحب الورقه سميتو هو الوحيد اللي دار هذه الخدمه هذه، ما باقي الورقه حتى واحد ما موافق عليها. السيد اللي استلم الورقة واش بموافقة ديالكم نتوما كورثة؟ ابدا، حنايا ما عندناش خبر كاع على المسألة هذه، راه بصوت فتحت هذه الوثيقة في يدنا. انت كي دار طاحت في يدك هذه الوثيقة؟ لقيتها في الدار ديال الوالد. غير لقيتيها؟ لقيتها في الدار ديال الوالد هكا. فين لقيتيها؟ في أي بلاصة تقريبا؟ في الخدمة ديال الوالد. وثيقة خطيرة محطوطة غير هكا عشوائية. خطوطة هكا بعشوائية، لأن ربما ما نواش السيد واش غادي نشوف أنا ديك الوثيقة اللي نعرفها ولا ما غاديش، بزاف ديال الاحتمالات. أنت سبق لك مشيتي للنيابة العامة ومشيتي عند جهاز الوكيل الملك ودرتي شكاية في الموضوع. بطبيعة الحال. شنو غرض من الشكاية؟ علاش درتي شكاية يا أخ؟ شكاية باش كاع اللي دار شي حاجة مخالفة للقانون يتحاسب عليها، وأي واحد عنده يبقى هذه المسألة هذه نشوفوا علاش دار هذه المسألة هذه دون. ذكرتي لنا بان كاين نعم سيدي، ذكرتي لنا بان كاين وسيط تواصل معاه قال لك اخويا راه طلبوا مني هذه الوثيقه بواحد القدر من المال، وجا عندك الوسيط ونبهتيه يمشي بحال هاتهم هذا الموضوع. بطبيعه الحال راه نبهتو مرارا وتكرارا، وقال لي صافي راه ما ندير والو، راه ما غادي ندير والو بحكم انه كيعرف والده وكيعرفنا حتى حنايا. مي من بعد صدقوا انه وقع خرج يعني انت دار الشكايه ديالك، يمكن غتخلي الامور تمشي قانونيه، ما غاديش تتنازل عليها ما والو. بطبيعه الحال ما كاينش تنازل في المساله هذه. وي 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 يعني القانون غادي يقول يا اخي بحكم انك من الجاليه المغربيه بلجيكا، اش قلنا على بالمنظور ديالك على القانون بالمملكه المغربيه ولا بالقانون بصفه عامه بالمملكه المغربيه يا اخي؟ يا اخي بالنسبه للمؤسسات والقانون والشرطه وهذه، ما عندنا ما نقولوا، احنا عندنا ثقه فيهم. وي وي المشكله في المتلاعبين. متلاعبين اللي كيتدخلوا في حوايج اللي ماشي هي قانونيه. اما سلم القضاء ولا الشرطه هذاك ما عندناش عليه شي حاجه. انت بقى فيك الحال، قلتي لي الوثيقه ديال الوالد ها حنا غتكون نقطه في بحر ديال الملايين الوثائق اللي تقدر تكون دازت بهذه الطريقه اللي فيها وسيط، فيها عشوائيه، فيها نقولوا ارتشاء، فيها بزاف الامور. بطبيعه الحال كنا 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 قرينا شي تعاليق كيقول لك الناس بان يقدر يكون الاب ديالك دفع هذه الوثيقه قبل الوفاه ديالو عاد خرجت ولا لا؟ ابدا ابدا ابدا، لان الوثيقه كتقول في البلونطاج ديالها نعم تقدم السيد فلان بن فلان بتاريخ 10/12/2020. قريتها وي. يعني لو كانت قديمة أكون داروا فيها التاريخ قديم، ما يمكنش هما غادي يبدلوا التاريخ. وي 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 وي. راه باينة الوثيقة بالعنوان ديالها. تقدم فلان بن فلان الفلاني بتاريخ 10/12 بطلب للسيد الرئيس. وي. لاستخراج رخصة السكن. إذا أنا ما عرفت أنا واش هذا الوالد ديالي ولا عاش وطلب الرخصة، راه لا. بالنسبة لرئيس المجلس يمكن هو غير كيفوت شي ناس اللي هم يعني رئيس المجلس يمكن جا في الحلقة، أنا ما كنظنش بأنه هو اللي ساهم في أنه يدوز هذه الورقة غير قانونية، بحكم أنه بحال دابا رؤساء المجلس كيعطي تصويت، هذا مخصص بالشق فلان، هذا يخصص بالشق فلان، هذا كل واحد مخصص بالشق فلان. يا اخي انا ما عنديش درايه بديك الشيء ديال التراتبيه في الوظيفه العموميه، الكل اللي كيفوض ولا ما كيفوضش، انا ما كنعرف هذا الشيء. انا كنعرف انني جبت وثيقه فيها تقدم الاب ديالي بعد وفاته بسبعه اشهر، تقدم بطلب الرخصه، هذا الشيء اللي كنعرف انا كمواطن عادي، وما عنديش المام
التراسبية. التسلسل أو التدريج الوظيفي ما غاديش نفهم شي حاجة فيها. من هذه الجملة أش كتعني؟ هذه هي الجملة اللي حي راسك. واش الأب ديالي مازال عايش؟ تقدم العالي بطلب لرخصة السكن يوم 10/12/2020 في حين هو مات يوم 15/2020 ستة أشهر وعشرة أيام ولا أكثر. نعم 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 نعم. بسيطة بالغة من التروفية. وشفناها بأنها تصادق عليها في 25/12 يمكن شفناها. بعد نهار 10 طلب تدفع نهار 10/12 وي وتوقعت من عند الرئيس 25/12. أنا اللي بغيت نعرفه منك وقرب بغيت نعرفها هو اللجنة المراقبة واش خرجت لديك المحال وعاملت واش شافت هذاك الهادي واش خدات منه بطاقة التعريف الوطنية ديالو بزاف ديال التساؤلات الحظ وفي الاستلام وجه هو اللي استلم بطبيعة الحال أي وثيقة كيخص يحضر لصاحبها المعني بالأمر المعني بالأمر قدم البطاقة الوطنية ديالو هانتوما كتسمعوا اصدقاء قناه شوف تي في قصه اغرب من الخيال بعقود وقعت هذه القصه الاطوار ديالها باقليم تازا الهالك توفي في 15/6/2020 واذا به كيتفاجئ هذا الابن ديالو بالديار البلجيكيه من جا كيلقى وثيقه في الخزنه ديال الاب تثبت وتقول بان الاب توجه الى المجلس البلدي بتاريخ 10/12/2020 لسنا نحن من نقول أو ولست أنا من القائل بل الأوراق اللي حدا يدينا اللي عندنا نسخة هي اللي تقول بأن الأب المتوفي في 15/6 توجه لمكتب أو عند رئيس المجلس البلدي وحط طلب دياله في 10/12/2020 وبأن وافقنا على الملف دياله وصادقنا عليه في 25/12 هنا اين ملف اللي صادقتو عليه واين لجنه اللي خرجت دارت المعاينه لهذا المنزل كما قال الابن هذا السيد فاش خرجت اللجنه واش طلبت له بطاقه التعريف الوطنيه هذا السيد واش تواصلتوا معاه باش تشوفوا الاجراءات الاداريه هاد السيد واش موجدين له ملف مطلبي اللي غيتعطى لرئيس المجلس البلدي اللي يدير له التوقيع هاد السيد ملي وجدتوا له الوثيقه واش اتصلتوا به من اجل الاستلام هاد السيد واش حطيتوا الوثيقه حتى يجي نقولوا خطا في التاريخ نقولوا بان هاد السيد اللي ببلجيكا احمق وخطا حتى هو وخطينا في التاريخ كاملين وبانكم باش تكتبوا 15/5 ولا 15/4 كتبتوا 12/10 لكن كتبتوا 12/10 وحطيتوها فوق المكتب ديالكم وسنيها رئيس المجلس البلدي رئيس المجلس البلدي ما غيمكنلوش يفيريفي الوراق كاملين ولا الرخص كاملين ولا العقود كاملين أو أو, او 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 اقولها مع اختلافي انا رئيس المجلس البلدي كصديق وكاخ وكانسان وكن له كل احترام واحترمه وكنتلاقاو ونهضروا لكن بعد شؤون تسيل المدينه او المجلس او هذه وهذه وهذه عندي علامه استفهام ضد ماشي مع الان في هذه النقطه ما كنوجهلوش الخطاب بحكم انه مفوض الناس هما اللي غيتكلفوا بهذه الامور كنوجه الخطاب للناس اللي تكلفوا بهذا الملف واش وجدتوا ملف انكم باش تعطيو بيرمي دابيتي لهذا السيد نعم ام لا وبالنسبه واش ولينا في زمن الوسيط حتى اننا نقدروا نجرؤوا على حرمه ميت او حرمه هالك او حرمه اب اللي دابا راه مع الخالق ديالو وتحيد منا الانسانيه وتحيد منا القيم ونولي كنفكروا بفعل جائحه كورونا او ضعف المدخول اننا نفكروا
ناخذ الفلوس ولو على حساب ميت، يعني حتى الا بغينا نطلبوا السماحه منه ما نلقاوش، ونمشي وندفعوا ملف ونصوبوا ونديروا التاريخ ونقاليزيو ونعطيه ونحطوا رئيس المجلس اش نقولوا ليه ويسنيه حتى هو، حتى الا ما عرفتش انا رئيس مجلس البلدي واش يقدر يكون عنده لاجوندا فيها 100 ولا 200 ولا هذه ولا هذه ولا هذه، ما عرفتش التراتبيه كما كنلقى الاخ ما يعني هاد الناس الموظفين في هاد المجالس او هاد المكاتب ومحلفين وكيكونوا راهن اشاره المواطن، علاش نشدوا عليكم هاد الخلل؟ وعلاش نشدوا عليكم هاد الخطا الفادح اللي هو عرقله سير منظومه اداريه؟ راه خطير ان ورقه تخرج باسم انسان متوفي 6 شهور وعاد نخرجوها. مع العلم شفنا واحد التعليقات الصباح على قناه، انا شفنا واحد التعليقات الصباح في المواقع الالكترونيه ديال بعض المحللين كيقول لك راه القانون هو هذا، والقانون هذا امر عادي بان السيد دفع الوثيقه قبل ما يموت، وان السيد مني مات عاد وجدت. نقدر نجاوبكم على المباشر او حتى انا التساؤلات ديالي على المباشر، علاش في هذه الوثيقه اللي وجدت ما شفناش تاريخ ديال الطلب بان السيد، نقولوا السيد توفى الله يرحمه في 15 شهر 6 هو 14 كان على قيد الحياه، علاش ما شفناش ولو اشاره بان هذه الوثيقه مكتوبه فيها السيد بان جا عندنا في 14 شهر 6 ودفع عندنا؟ اولا علاش في الاخر ديال الوثيقه، الوثيقه تكدل بان فقط الهالك هو اللي دفع هو اللي جا هو اللي سلم هو اللي سنيا، وباننا نحن كلجنه سلمنا هذه الوثيقه للهالك نفسه بتاريخ 25/12/2020. ولينا برنامج مداولة حنايا دابا هنايا، علاش ما تكونش واحد الملحوظة باش تحيد اللبس تفيد بأن جاء أحد أبناء الهالك هو اللي استلم هذه الوثيقة، أو جاء أحد الورثة الهالك هو اللي استلم هذه الوثيقة كملحوظة، أو للتذكير الهالك توفي بتاريخ فلا كذا كذا ونحن احنا عاد وجدنا الوثيقة. ما كاين حتى شي عبارة أو جملة أو أي حاجة كدل بأن كاين في ذاك الوثيقة ديال التسليم بأن صاحب الوثيقة متوفي. أش قلنا يا أخي في هذا الموضوع؟ ونقول لك ذكرى أليمة الوفاة ديال الأب ديالك، وأننا الوفاة الأب ديالك يولي موضوع يشغل الرأي العام التازي يا أخي، وحنا أيضا لنا ثقة في القضاء وعافي منا النيابة العامة غتدخل على الخط، وأن التاج جناب وكيل الملك توا أقول لك القانون قانون والحق حق يا أخي، أعطينا شنو رأيك في هذا الموضوع يا أخي؟ يا أخي الرأي باين وصريح، اللي دار شي خطا غيتعاقب عليه ان شاء الله، وتلاقينا في القضاء كبيره ان شاء الله، وكل يتحمل المسؤوليه ديالو قدام القضاء. انت كتظن بان واحد المقدار المال هو اللي يقدر يكون خرج هذه الوثيقه هذه؟ بطبيعه الحال، والا لما كان هذا التناقض في الارقام وفي التواريخ وفي العبارات. الوسيط الوسيط ملي كان جا عندك شنو هو الحديث اللي دار بيناتكم؟ شنو قال لك كيهضر معاك الوسيط؟ الوسيط بحال دابا انت وسيط وانا ابن المتوفي، اش غتقول لي؟ الوسيط كان جا عندي اتصل بيا قال لي دير الاخ ديالك راه كيطلب واحد التيرميدا بيتي باش يدير العدادات ديال الكهرباء والماء، وراه ديك التيرميدا بيتي انا اللي غادي نجيبو له، وراه كيستنى هاد الايام وانا غادي ندخل له فيه. قلت له انا ودي هاد المسائل القانونيه بعد منها ما تدخلش فيها. قال لي صافي انا ما كانش اخباري بانك يدير هاد الشيء بلا قانون بلا اخبار ديال الورثه بلا حتى شي حاجه. قلت له صافي دابا هو اخبار. في الاخير جا عندي قال لي راه ودي راه هو عاطيني ديجا 30000 فرانك وخصني نردها له دابا، وانا ما عنديش باش نردها له. 600 درهم دي محاولة
انه يجبد لي واحد 30 فرنك. 300 درهم، هادشي كلشي دارتو 300 درهم. 300 درهم هانتوما ما كتسمعوا خوتي المغاربه، فعل الجرم يقدر عقل الدار ب 300 درهم. 3000 ريال ياك، 6000 ريال، 30 اورو، 300 درهم متابعي قناه شوف تي في، فعل مجرم يقع على قدو، بان الوسيط جاء عند هذا المهاجر المغربي المقيم باوروبا وقال له هذا هو القاع، علاش بغى يخرج الاخ ديالك؟ شنو السبب؟ شنو بغى يدير بها؟ بغى يدخل بها العدادات ديال الماء والكهرباء. الماء والكهرباء. جا الوسيط قال لهذا السيد في اوروبا بان الاخ ديالك بغى يدخل العداد الماء والكهرباء ومطلوب البيرمي دابيتي او ايصال ديال السكن النهائي، وعطاني 6000 ريال. تماما. قصص غريبة كنسمعوها ولينا كنعيشوها متابعي قناة شوف تي في، عرفنا بأن وثيقة تصوبت ماشي في محلها، وعندنا الملموس، عندنا شهادة الوفاة ووثيقة ديال خارجة مجلس حتى إمضاء ديال رئيس مجلس البلدي أو بتفويض من سيدة أو وأقولها هذا الموضوع ما كنخصصش به رئيس مجلس البلدي. شحال من الناس شفنا مواقع إلكترونية هضرت على رئيس مجلس البلدي، وشفنا مواقع إلكترونية هضرت بأن رئيس مجلس البلدي سنيات، لكن كاينة التراتبية متبعة قناة شوف تي في بأن رئيس مجلس البلدي ما غيكونش عنده دراية بأش واقع في الموضوع، يمكن له يكون يسني، لكن ناس هما اللي كيوجد اللي هما مصدر ثقة اللي كيوجدوا الملف، باش نكونوا واضحين. شفنا ناس اللي نزلوا على رئيس مجلس البلدي مزيان هاد اليومين، لكن ما كنظنش بانه هو المعني بالامر. غادي يكون الوسيط اللي قبض 300 درهم، وغادي هذا الوسيط غادي يكون مشى عند شي سيد ولا شي سيده ولا ما عادش شكون وطلب منها الطلب، او ذاك الوسيط هو اللي بحد ذاته صوب هذا الموضوع ودنسو ما بين الملفات ديال رئيس مجلس البلدي وسنياه. ف اول مره كنعرف بان المسؤوليه صعيبه بزاف، انني نكون مسؤول على شركه كبيره، او نكون مسؤول على مجلس بلدي، او نكون مسؤول على جماعه قرويه، او نكون مسؤول على اداره، ونكون فقط رئيس او مدير تنفيذي ويجيبوا لي موظفين او لجنه او 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 او, أو, أو وانا خصني غير وقع انطلاقا من داك الشيء اللي دار داك اللجنه، او فراه صعيبه بزاف. لحقاش شفنا الناس بزاف نزلوا على رئيس مجلس البلدي، مع العلم انني اقولها واكررها بان الوثيقه اللي تسربت لم يسربها لا موظف في جماعه ولا موظف مقاطعه ولا موظف مجلس ولا الوثيقه سربت من طرف مهاجر مغربي ببلجيكا، وانا اول واحد كنحصل على النسخه كصحفي. ما تسربش تمشي اداره باش ما نخلقوش فتنه ما بين الموظفين في الاداره. ثانيا رئيس مجلس البلدي ما كنظنش بانه مسؤول على هذا الخطا الفادح. الموظف اللي مسؤول هو الموظف اللي جاب الملف واعطى الرئيس يسنيه، زائد الوسيط اللي قبض 300 درهم من الاخر. 300 درهم من 300 درهم اش بينك وبين هذا الشيء يا اخي؟ على 300 درهم تنوض تضيع منظومه على قدها، 300 درهم تنوض تضيع سير عمليه ديال دوله على قدها. هنا بحال اللي كنشوفوا الناس اللي كانوا داروا ابناك وهميه للتسويق الهرمي، كتلقى عمولات بنكيه وتحويلات بنكيه واداره بنكيه، كينوضوا ناس كيشاهدوا كيقول لك التسويق الهرمي، ارى انت مليون، ارى انت جوج، ارى انت كذا، ارى انت نعطيك، ارى انت هادي، ارى انت هادي، ارى انت هادي، مع العلم بان هذاك الشيء كيهرس قانون الابناك بالعالم ماشي غير بالمغرب. فما بالك انت يا اخي هذا الوسيط راك هرستي سير عمليه ديال دخل فيها اسكان، ودخل فيها جماعه، ودخل فيها بالتخرويط ديالكم وبالتخربيق ديالكم وباللهفه ديالكم على 300 درهم وعلى 100 درهم وعلى 200 درهم. ما غنسميوش شكون وما غنهضروش شكون وما كنتهموش. جبنا رئيس مجلس البلدي مع العلم انه مظلوم في هاد القصه ككل، لكن هنا كنحطوا اللومه على الموظف اللي صوب
وما دارش لي زيتيد ديالو وما خرج للتيران وما سوش على السيد اللي مات وما لصق شهادة الوفاة مع الطلب ودار انولي يا اخي. كتظن بانكم حسيتوا بالحجرام اللي شتي هاد الوثيقة؟ بالنسبة للاخوة ديالك الاخرين اللي ساقوا الخبر من بعد ما شتي هاد الوثيقة، اش قالوا ليك يا اخي العزيز؟ بطبيعة الحال الإخوان استنكروا هذا الفعل الشنيع هذا اللي شحال بيكم الإخوة يا أخي العزيز، شحال بيكم الإخوة الناس اللي ما عارفينش هادشي؟ وحنا في الجامعة 4 ذكور وأنثيين. أربع ذكور وأنثيين، وواحد منكم اللي استلم هذه الوثيقة. واحد ذكر هو اللي استلم هذه الوثيقة وهو الوحيد اللي مطبق هذا الشيء كامل هذا. يعني خمسة الناس ما عارفينش أش واقع. ما عندهمش علم بهذه الوثيقة هذه. وهذا التطبيق هذا وهذه الاعدادات وهادشي. مع العلم انك نبهتي السمسار قلت له سير شي بحالاتك هادشي راه ضد القانون سير شي بحالاتك. بطبيعه الحال نبهته وقلت له هادشي راه ماشي في الصالح ديالك ولا في امتي قانونيه وهادشي اللي كدير راه ما هوش. قال لي صافي راه ما غادي ندير والو غادي يحبسوا له اصلا راه مرفضوا له المكانه ديال الماء. لي افاجئ دابا في هذه المزيه هذه بهذه الوثيقه هذه اللي كتقول لي ان السيد ديجا خد الترميد وظيفي وخد المكانه ديال الماء وخد المكانه ديال الضوء. زعما بالنسبه للسيد دابا راه عنده المكانه ديال الماء وعنده المكانه ديال الضوء. خد المكانه ديال الماء وخد المكانه ديال الضوء. خويا بصفتك مهاجر مغربي بالضيه البلجيكيه، اش تقول لك كلمه اخيره على هذا الموضوع؟ اش تقول لك كلمه اخيره على الادارات المغربيه؟ وشفناك نيت كنت ضيف على الشرطه على مديريه الامن، اش كمهاجر النظره ديالك للامن القضاء والادارات باقليم تازا؟ لك الخط يا اخي. بالنسبة لهذه المسألة هذه يحز في النفس أنك تشوف هذه الثغرات كاينة في الإدارات العمومية خصوصا في هذه المجالس البلدية والمنتخبون. وبالنسبة للأمن والشرطة احنا عندنا ثقة في الشرطة وفي القضاء وفي كاع الهيئات والمؤسسات ديال الدولة، عندنا فيها ثقة. كتبقى بعض الهفوات ديال الصماصرة والتجار من هاد الوثائق هادي. يعني هادشي اللي وقع لك ما يمكنلكش تضرب كلشي اللي افتاز في الزيرو وتقول حتى شي واحد ما خدام؟ كاينين كما قلتي صماصير حوته كتضيع المجرى ديال السير الادارات يا اخي. لا ابدا، التعميم من الخطا. كاين هناك عناصر اللي كتلعب على هاد النقط هادي وكتستغل هاد النقط للارتشاء وهادي، وهذا ما كيعنيش ان كلشي فاسد. فنشكرك يا اخي العزيز ونتمنى ان شاء الله القضاء والقانون ياخذ المجرى ديالو من هذه المسطره. وهذا موضوع مهم يا اخي تطرقنا له، لان اقولها ما خفي كان اعظم، لا نوجه اتهامات لكن ما خفي كان اعظم. ليله سعيده يا اخي ونتمنى نتلاقاو معك على المباشر ونتبعوا الاطوار هذا المشكل العويص. غدوه نتواصلوا معاك ونعرفوا الجديد منك يا اخي العزيز. نشكرك يا اخي. اش تقول متابعي قناه شوف تيفي راك على المباشر؟ كنشكر المتابعين وكنشكر القناه والسلام عليكم. شكرا لك يا اخي، شكرا لك يا اخي العزيز، شكرا لك. السلام عليكم. شكرا لك. متابعي قناة الشوف تي في، ما زلنا على المباشر أصدقاء القناة، ما زلنا على المباشر. موضوع مهم، موضوع مهم كيخص إمضاء والمصادقة، موضوع كيهم أن تخرج وثيقة رسمية تحكمها مؤسسات وكدوز عبر مجموعة من المساطر، وكيخص توفر مجموعة من الشروط، فما بالك 300 درهم قضت الغرض. هنا السؤال المطروح ماشي السؤال هاد السيد الهالك او هاد السيد المغربي المقيم باوروبا، السؤال المطروح ديال ما خفي كان اعظم في دواليب هاد المؤسسات او الجماعات او المجالس القروية والبلديات. واش كاين لجان المراقبه اللي كتراقب التوثيق وتراقب المصادقه وتراقب العقود والالتزامات هاد السماسره
واش كاين شي واحد اللي كيراقبهم؟ انت كموظف او انت كموظفة في جماعة حضرية او في مجلس بلدي، كتشوفي بعض المرات او كتشوف بعض المرات بعض الممارسات، ان انسان كيدخل حداك بواحد الوثيقة هاك هاك جاليزي لي هادي، هاك هاك جاليزي لي هادي. كنشوفوا بعض المقاطعات وبعض الجماعات، كتلقى رئيس جماعة قروية داخل بحال داخل التران، توقفها تدوز فيك وتخلص انت خطية. السلام عليكم فلان، جمعة والجلابة والريحة وكذا وكذا وكذا، لاباس كي داير؟ هاك جاليزي جاليزي، طاق 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 طاق. كي راك السيد الرئيس؟ والله الا بخير. طاق جلابه بيضاء والريحه وكذا وكذا وكذا، انت ما عارفش شنو كتجاليسي، وما عارفش شنو كدوز، وما عارفش يا اخي من بين 10 ولا 11 ولا 12 والقاضي ذاك رئيس الجماعه راه جوج دايجين ماشي هما هذوك. نتمنى هذا الموضوع من هذا الموضوع. متابعي قناة شوف تي في، انه يكون انطلاقة ديال مراقبة لمجموعة من الامور، ونتمنى هذا الموضوع متابعي قناة شوف تي في ان الناس اللي كيجاليزيو العقود والتزامات مشكورين، كنعرفوا النزاهة ديالهم، يبلعوا البيبان ديالهم. الله يعطيكم السر. الناس اللي كيديروا المصادقة على الوثائق والعقود، الباب ديالك اخويا بلعها. من يدخلوا الموظفين ويكونوا حداهم ليغاليزاسيون ولا لي كاشي ديال الدوله ولي تامبل، اخويا بلع الباب، يمنع منع كليا شي واحد يدخل، رئيس جماعه او مسؤول او 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 او, أو, أو. خصوصا اللي بعد الدخول المدرسي. ثانيا، هاد السماصره بحال هاد السيد هذا اللي تسمصر في 300 درهم وكذب على ميت، اللي غدا امام الله غادي يتلاقى حداه وجبد وثيقة مزورة 100%، سمسار طيح رئيس جماعة فخ، مجلس بلدي فخ، سمسار طيح جمال مسعودي فخ، أقولها سمسار طيح رئيس مجلس بلدي فخ. دابا رئيس مجلس بلدي خصو لي بروف يدافع على راسو، يعطي لي هو في غنى على هذا الشيء. يقدر يكون دابا عنده حملة انتخابية ولا عنده برنامج انتخابي أو 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 أو، أو في غنى على هذا الشيء، محقو وقت الانتخابات من حق رئيس الجماعه او المجلس انه يمشي بوجه البرنامج ديالو الجديد ويشوف اش يدير. طيحك سمسار فخ على 300 درهم. نتمنوا هاد الناس اللي في الادارات الى بانوكم هاد السماصريه داخلين خارجين ولا 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 ولا، حضيوا راسكم. جرة قلم تقدر تديك للحبس، جرة قلم تقدر تديك عامين حتى 3 سنين للحبس. راه التزوير في اوراق رسميه جنايه وليست جنحه، والتزوير في اوراق رسميه راه الهلاك سيدي. ولا لا لا، عندك وليدات، عندك حفايد، عندك دويره، عندك راجلك، عندك انت مرتك، خويا كل داكشي اللي كتب الله بما يرضي الله. الوقت تبدلت، الوقت صعبت، عفى الله عما سلف فيما سبق، لكن الان ولا وقت الاعلام والضغط الاعلام، لا بريس كي بريس، لا بريس كي بريس، الصحافة الضاغطة. يعني هانتوما شفنا قصة مؤلمة، عندنا شهادة وفاة الهالك 15/6، وعندنا ورقة تثبت بأن الهالك توجه إلى إدارة معينة بإقليم تازة نهار 12/10، وعندنا المصادقة على الطلب ديالو نهار 25/12، وسمع وعدنا
الشاهد الوحيد اللي هو ابن الهالك اللي اعترض على الوثيقه ويقول بانها وثيقه مزوره وليست بمحلها، ويقول بان هناك سمسار دخول في المهم. متابعي قناه شيف تي في، نشكركم على التواصل ديالكم معنا في هذا البث المباشر، واش نقول لكم، نتمنى خير من عند الله. واطوال هذه القصه سمعنا بان دخلت الضابطه القضائيه والنيابه العامه على الخط، وانها استدعت احد الموظفين. مازال غنتبعوا هذا الملف وننوروا الراي العام بالحقائق الجديده، اي حاجه جديده في هذا الموضوع. واقولها، ما نحن الا ناقلين الخبر، والدور ديالي كصحفي وكاعلامي كنعرف بان الضغط عليا قوي خصوصا باقليم تازه، وكنعرف بانني شد العصا من الوسط، وكنعرف بانني انسان لا اطاق، فمازال الحق والقانون. فاقول لكم، فضلت انني نخدم على ما هو حق وما هو قانوني. ميمكنليش انا نقبض وثيقه مزوره ونمشي عند جهه معينه ونقول لهم شوفوا شنو عندكم، كنعرضوها على الراي العام باش ياخذوا عبره. فنتمنوا من الناس ديال ليغاليزاسيون ديال المصادقه، الله يعطيكم السر، بلعوا البيبان ديالكم. انا كنعرفوكم كتحشموا، كنعرفوكم كتقدروا، لكن يا اخي كذب عليه، بلع بابك كل شافع، قول له عندي الكاميرا، ولا جيب شي كاميرا ضايعه. نعرفوا بان الادارات ما تازه ما فيهمش كاميرا، دير شي كاميرا ضايعه، قول له خا الكاميرا كتصور وخدم. وكنشوفوا بعض رؤساء الجماعات باقليم بربع تازه كيجي داخل المقاطعه بحال اللي داخل الكوزينه ديالو. اقولها واتحمل مسؤوليتي، بعض رؤساء الجماعات كيجي داخل المقاطعه بحال داخل مسؤوليه. خويا الله يعطيك السر، شد الوراق ديال رئيس الجماعه وقراهم مزيان، واللي يدوز يدوز واللي ما يدوز ما يدوش. وشحال من رئيس جماعه كيتفركس كيكون غادي المقاطعه باش يدوخك بداك الريحه وبداك الجلابه ولا بداك الكوستيم. حضي راسك، الوقت زيرت. متابعي قناه شوف تي في، شكر خاص من هذا المنبر لجميع موظفي مقاطعات اقليمي تازه، شكر خاص لجميع ضباط ديال سجلات المقاطعات باقليمي تازه. نثق فيكم، وكنطلبوا منكم انكم تزيروا راسكم، وانتوما عندكم مسؤوليه قويه وقويه وقويه وكبيره بزاف. راه سنياتور واحد يديك الحبس، جرت قلم تديك الحبس. يا اخي جا عندك مواطن مغربي عطاك الورقه، ما نوريك خدمت، اقرا وعاود قرا وعاود قرا وعاود قرا. اي خطا يا اخي تندار عليك، راه الراي العام ولا دابا واجد، والضغط الصحفي. وصلتنا ورقه عن طريق الخطا، نساها السيد في الدار، وصلت نسخه عند القناه شوف تي في. وما نحن الا ناقلين الخبر، والدور ديالنا هو اننا نخدموا البلاد ديالنا ونخدموا الوطن ديالنا بكل مسؤوليه وبكل وطنيه. الى انا كاعلامي وكصحفي سكت على هذه الوثيقه، فكنكون خائن للوطن. متابعي قناه شوف تي في، تحيه مره اخرى لجميع موظفي المقاطعات باقليم تازه. ما كنقصدوكمش في هذا البث المباشر، يعني انا كنثيقوا فيكم وكنعرفوكم انكم كتخدموا وقايمين بالعمل ديالكم، لكن حضيو راسكم من قلبي تازه. استودعكم الله ليله سعيده، وغدا ان شاء الله جمعه مباركه للجميع.